اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات دكتورز. وجع الاسنان يمكن يكون من اكتر الحاجات اللي بتضايق اي حد، يمكن علشان بيسمع في اماكن كتيره، يمكن عشان بيجيب صداع وزغلله في العين، وبيجي كده مع باكج من الاعراض بتبقى صعب جدا جدا على اي حد ان هو يتعايش معاها ويستحملها. كل ده بقى طبعا غير عنصر الخوف المرتبط بزياره دكتور الاسنان او الدنتس، لان احنا عندنا ستيريوتايب معين او فكره معينه عن طبيب الاسنان مرعبه جدا جدا. فانا بالنسبه لي مش مشكلة ان انا اعيش مع الالم او مع المرض اللي انا فيه ده او مع حتى سنة مفقودة طالما ان انا مش هروح لدكتور الاسنان. زائد ان احنا عندنا فكرة كده وكونسبت الاستسهال، يعني الحاجة اللي بتوجعني اشيلها، ضرس بيوجعني اخلعه، بغض النظر بقى على شكل اسناننا في الاخر يبقى شكله عامل ازاي والاوتكم شكله عامل ازاي، بس المهم ان انا معملش حاجة اسمها زرعة الاسنان. احنا عاملين سيجمنت كاملة النهاردة هنتكلم على حاجتين. اول حاجة، ازاي الدنيا اتغيرت وازاي زراعه الاسنان حصل عليها تطورات وامندمنتس كتيره جدا جدا، وازاي كمان نقدر نعمل البيرفكت سمايل او الابتسامه المثاليه، وازاي اقدر اوازن ما بين حاجتين زي كده لو اجتمعوا في كيس واحده. النهارده احنا عاملين سيجمنت خاصه جدا جدا مع صانع الابتسامه المثاليه دكتور شريف صبحي، استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان، دكتورة جراحة الفم وزراعة الأسنان بجامعة القاهرة، زمالة زراعة الأسنان بجامعة نيويورك. اهلا بيك يا دكتور شريف ومنور شاشه اكسترا نيوز. اهلا بيك، ميرسي يا فندم، ميرسي. اول حاجه بقى يا دكتور، انا عايزه قبل ما نبتدي في الديتيلز ونتكلم على زراعه الاسنان وتجميل الاسنان عامه، ليه لغايه دلوقتي الستيريوتايب او المفهوم عن زياره طبيب الاسنان لسه فيها فكره الرعب، الخوف ده؟ الخوف بيجي نتيجه الخوف من شكه البنج، الوجع، اي حاجه فيها انجكشن، الوجع، نتيجه الوجع، والناس بتخاف برضو. يعني زيارة دكتور السنان مش لطيفة قوي، بينتظر كتير، بيدفع كتير، ايوه الكوست بتبقى عالي عليه شوية، فمع الخوف بيبقى مش عايز يروح. بالظبط، فكل الحاجات دي مجتمع طبعا، يروح ليه؟ ما يروحش. بص يا دكتور، احنا بنحاول برضه ما يروحش لما بيبقى تعبان جدا. احنا عندنا فعلا الكونسبت ده ان انا مش هروح لدكتور الاسنان غير لما الاقي بقى دم، يعني لما الاقي الموضوع مش عارف ياكل خالص. وكمان حتى كمان المريض نفسه بيعمل حاجة اسمها ريسيبروكال بايتنج، يعني الحته اللي بتوجعه وخلاص، يعني المفروض انه يروح لدكتور سنان، المفروض بيسيبها خالص وياكل على الجنب التاني، يعني بيركن الجزئيه اللي عنده فيها، بيبقى نون فانكشن سايد، وبيبتدي تراكم جير كتير قوي بنعرفها. اول ما بيجي المريض بيبقى تراكم جير كتير قوي في منطقه، بيقول لك خلاص انا ما باكلش على الحاجه الجنب ده، ممكن بقى يكذب يقول اصل هي فتره صغيره، اصلا الموضوع ما خدش وقت مني. احنا بنعرف، بتعرفها كل حاجه على طول من ايوه لا احنا بنعرفها على طول، باينه قوي ان هي بتبقى تراكم جير جامد جدا نتيجه ان هو عدم نون فانكشن سايد، ما بياكلش عليه. ليه بقى؟ ممكن يكون حشو، يعني محتاج حشو عصب في الحته ديت، جدر، حاجه بتعوره، ضرس وجعه جدا، ضرس مكسور. اوكي، طبعا الحاجات دي خطيره جدا ما تتسابش. الكيس دي يا دكتور برضو تختلف عن الكيس اللي انا مثلا عايزه ابتدي بيها ونتكلم عليها اكتر. لو حد لا قدر الله عمل حادثه وفقد اسنانه، وهو يعتقد ان هو ما فيش اوبشنز قدامه غير زراعه الاسنان، هل ده حقيقه ولا في الترناتيفز؟ لا طبعا في الترناتيفز طبعا. احنا مش هنلغي اقسام بحالها، احنا درسناها اللي هي التركيبات الثابته. اوكي، طبعا التركيبات المتحركه اتس ان اوبشن، اوكي، بس يعني انا ما بفضلش قوي، لان التركيبات المتحركه حتى كمان قسم التركيبات المتحركه ابتدى يعمل شيفت على زراعه الاسنان. انما في تركيبات ثابته اللي هي تعويض فوري. على حسب ايه يا دكتور شريف؟ يعني امتى بقول البيشنت ده محتاج زراعه وده عايز تركيبات؟ دي بتفرق في اللونج سبان، يعني أوكي. مثلا فقد مثلا حوالي 7-8 سنين، هيعمل لونج سبان بريدج، يعني بريدج طويل جدا. اوكي، عارف حضرتك فكره البريدج دي او التركيبات دي نفسها بتعتمد بالظبط عامله زي الكوبري، عمود قدام وعمود ورا. تمام. طب تخيل حضرتك ان العمود قدام والعمود ورا ده في فرق بينهم طويل جدا، مسافه طويله. تمام. ممكن يحصل كسر في النص. اوكي، كسر للتركيبه نفسها، يعني زي ما تقول بتلب وبتتكسر في الاخر. طب احنا بنسال مثلا البيشنت او الكيس حاجات معينه على اساسها بحدد انا هعمل زراعه ولا هعمل تركيبات؟ او الموضوع بيشنت هيستوري. طبعا احنا بناخد طبعا بيشنت هيستوري، لو العيان مهمل جدا، العيان ما عندوش مقدره ماديه. أوكي. للاسف الزراعه ستيل غاليه، دي حقيقه، بس احنا طبعا بنحاول نقرب، احنا بنقرب للعيان بحيث ان احنا ممكن ندفع اجزاء منها في الاول 50%. تمام. والباقي على مدار العلاج، ومدار العلاج بياخد فتره، بياخد مثلا 3 شهور تحت و6 شهور فوق. فدي فتره كفيله ان هو ممكن يرتب اموره ويكمل باقي التكلفه، بس يعمل حاجه صح.
يعمل حاجه صح في الاخر. التركيبات الثابته اتس ان اوبشن، واوبشن كويس لو المريض مثلا جاي من بره، من بره وعاوز يا دوب جاست ان هو يعوض سنان ثلاث سنان او اربع سنان مفقوده، ده مش هينفع له زرع. الا لو انا قلت للعيان او المريض انت لازم محتاج ريكول، ريكول يعني هيجي لي تاني. اوكي. وفي فعلا مرضى كتير بيجوا لي ريكول وبينزلوا مصر كسياحه علاجيه. وبيعملوا الكلام دوت وبيتفسحوا. في اقبال يا دكتور شريف على موضوع السياحه العلاجيه؟ طبعا. بعد الموضوع اختلف. بعد تعويم الجنيه طبعا في بيختلف جدا، لان طبعا الاسعار بره خدي بقى حضرتك تريبل، وطبعا لا هي واخده شكل كبير جدا بالذات الدنتستري وقسم تجميل الاسنان. لا احنا نعتبر ان احنا ارخص دكاتره يعني اسنان في العالم طبعا. نعتبر. دي حقيقه. في مصر حقيقة. ستيل بره بيبقى في انشورنس وبيبقى في حاجات كتيره ممكن تساعدهم، بيحصل كفرج طبعا من انشورنس بس مش كلها برضه، حتى ستيل برضه هم ذير بيكي يعني بينقوا. طبعا الاسنان غاليه، لان ما ينفعش تعمل مثلا حاجه تجميليه, تجميلية. تحت بند الانشورنس. انما مثلا لو حاجات ضروريه زي حشو عصب اوكي، حشو عاديه اوكي بيعملوها يعني تحت بند الانشورنس. وفي كمان اختيارات، في بلانز يعني بلان A وبلان B بتشتروها. الناس بتشتري البلان بره. انما نتكلم عموما، طيب مريض اللي هو جالي مثلا فقد سنان، سنان كتير اوكي نتيجه حادثه، طب اكيد فقد جنبها عض. يعني هو نتيجه الخبطه الجامده دي ممكن يكون ممكن يكون في فراكشر لاين، يعني ممكن يكون في كسر في الفك في حته او هيدن. تمام. احنا مش هنخش الاول، لا احنا هنخش الاول على الاساسيات. يعني لو في لا قدر الله كسر في حته ولا حاجه، يبقى الاول نعمل ضرورات الاول، وبعد كده نشوف بقى تعويض السنان بتاعته. تمام. مش طب اللي قدامنا هنا بيحصل ايه يا دكتور؟ دي مريضه عندي وعملنا لها زرع يمين وزرع شمال، ودي كان جذور بواقي جذور اوكي، وخلعناها وعملنا ايميديت امبلانت، يعني خلعنا الجذر خلعنا الجذر وحطينا مكانه زرعه. ده في نفس السيشن؟ في نفس السيشن. بس ما حملناش، يعني ده بعد التحميل. لا ممكن نرجع تاني. اوكي. ده احنا حملناها بعد الفتره الطبيعيه لخمس شهور. يعني احنا يعني زرعنا حطينا اللودنج هي اللي بنستنى عليها بالظبط. هي دي اللي فيها ديبيت بيننا وبين الدكاتره بصراحه، يعني بس هم هيبقوا قاعدين بيقولوا طب ما انا مش هقعد كده الخمس شهور، يعني ممكن شكلي مش هيبقى عامل كده. ماشي، احنا نحط له تركيبه متحركه مؤقته، دي يقدر يتعايش بقى وياكل عليها يعني للشكل. بس مجرد الشكل. انما ان انا محمل له الزرعه وياكل عليها دي خطر قوي. انا بعتبرها خطر. في ايه يا دكتور شريف؟ خطر هقول لحضرتك نتيجه، يعني اول حاجه الزرعه نفسها المفروض ان احنا بنزرع وبيبقى فيه ثبات بدائي. اوكي. ثبات بدائي ده اكتر من 35 نيوتن سنتيمتر، يعني قوه جامده جدا. واحنا بننزل الزرعه بالظبط هي عامله زي المسمار اللي بينزل في الحيطه بالظبط، فلازم يبقى قوي جدا عشان مفيش اي حركه خالص. لو الزرعه عملناها وكان فيه ثبات بدائي ده بيبقى تريكي قوي للدكتور، يقول لك طب ما هي ثابته كده اهوت، طب ما احط لها الجزء العلوي بتاعها أوكي. وحملها، تبقى تمتن جدا ان انا اعملها. يعني بالظبط. في تمتيشن، في اغراء جامد قوي من الدكتور ان هو يكمل البروسيس مره واحده بالظبط. طب لو كملت البروسيس بعد اسبوعين يحصل بيرفيوجن للعظم حوالين الزرعه. اوكي. بتزيد الدمويه جدا جنب الزرعه. فالزرعه ممكن العظم اللي جنبها يطرى. يطرى، يعني الثبات البدائي اللي احنا في اول الزرعه ما اقدرش اعتمد عليه. تمام. في اول الزرعه اتغير. المعادله اتغيرت. تمام. طب يبقى انت هتحمل ساعتها بقى اي حركه مايكرو موشن، اي مايكرو موشن بيعمل حاجه اسمها ابيرنت هيلينج، يعني التئام غير طبيعي. غير طبيعي. وبيتحول لحاجه اسمها فايبرس هيلينج، دي العواقب بقى. التئام ليفي. يعني خلايا فايبر بلاست، خلايا ليفيه اللي هي خلايا الانسجه اللي هي بتاعت اللثه بتحوط الزرعه. وساعتها الزرعه تلفظ بره الجسم. اوكي. بعد اربع خمس شهور يلاقي الزرعه في ايده. الزرعه في ايده. طب انا عايز اعرف الكيس دي بقى احنا عملنا معاها ايه؟ نفس القصه برضو، خلعنا السنه وحطينا الزرعه مكانها. تمام. وبرضو دي ايميديت. ايميديت برضو نرجع نقول اللودنج ما بيحصلش على طول، لازم ياخد فترته بعد خمس شهور بالظبط. انا لو جبت لحضرتك الحالات كلها هناخد وقت في طويل قوي، فانا بجيب لحضرتك يا دوب جاست ان احنا بعد اللودنج. انا ممكن اجيب لحضرتك حالات قبلها اوكي، بس دي حالات على طول بعد اللودنج. يعني دي مش على طول ان احنا بنخلع وبنزرع على طول. تمام. يعني بنخلع يعني ونزرع على طول وبنحمل. التركيبات الفوريه
مش فاكرين هو في نفس السيشن انا هطلع باسنان، يعني انا ممكن اطلع بحاجه تمبري. هي دي وكمان المرضى نفسهم الترويج ليها برضو يمكن بزيادة صعب شويه. وكمان المرضى نفسهم بيبقى جاي فعلا عنده اكسبكتيشنز، عنده توقع، سقف التوقعات عنده بالظبط عالي جدا جدا، ان هو عاوز يخرج من العياده بسنه. اوكي انا ممكن اركب له سنه بتبقى فليبر اللي هي بتتشال وتتحط تمام، واكون عملت له زرعه تحت، انما عشان اعمل الاثنين واحمل له الزرعه واحط له الطربوش عليها هيبقى ليها وقت كتير جدا. هو هيتحمل مسؤوليتها مش انا، يعني تخرج مسؤوليتها مني ليه. فهو طبعا المريض طبيعي بيبقى خايف بقى ان هو يتحمل مسؤوليتها. لا هو المريض لما تقولي له كده هو مش هيتحمل، هو هيقول لك لا ده انت أنا الدكتور عايز انت الدكتور وانت اللي شايف الصح. انا شايف صح اللي هو البروتوكول الطبيعي، ان احنا ندي فرصه ان العظم يبتدي يلتئم حوالين الزرعه بالبيس بتاعه الطبيعي او بسرعته الطبيعيه. طبعا سرعته الطبيعيه، احنا ليه مستعجلين؟ معلش يعني الاستعجال دوت بيؤدي للنسب النجاح بتقل جدا. انا ما بقولش ان الايميديت لودنج اللي هو التحميل الفوري مش الزراعه الفوريه، الزراعه الفوريه زائد التحميل الفوري. ما بقولش ان هو فاشل، لا تمام، لا اتس ان اوبشن بس في حالات معينه. طب الحالة اللي قدامنا دي اخدت وقتها اعتقد الخمس أخدت شهور وقتها. بتاعتها اخدت وقتها طبعا خمس شهور، بس طبعا الحالة ديت انا عملت لها ريكول بعدها. اوكي وهي احتاجت ايه تاني يا دكتور؟ احتاجت اوجمنتيشن. ليه؟ تجميل. شايف حضرتك السواد اللي فوق ال ده ايه بقى؟ ده نتيجة ان العظم اتاكل في الحتة دي. طب ما هو احنا خدنا وقتنا ليه هيتاكل؟ ما هو حضرتك السنة دي بدرين. اوكي فانت لازم تحطي في جدر معين، ما دي احد اسباب مساوئ الايميديت امبلانتيشن. اوكي اللي هي الزرع الفوري. طب الزرع الفوري لازم تختاري حضرتك لو هو مالتي روتد زي ده يعني جدرين لازم تختاري جدر منهم. اوكي اكيد. فاحنا اخترنا اللي هو البلت اللي ناحيه سقف الحلق. طب والحته اللي ناحيه الخد هتتاكل اكيد طبعا، فلما اتاكلت عملت الدبريشن ده. عملنا ايه بقى بعد كده؟ حقنا. حقنتوا ايه بالظبط؟ عظم. عظم. عظم في حاجه اسمها نحقن عظم؟ طبعا عظم صناعي. اوكي طب وده فور لايف اللي هو المفروض ان هيكمل معاها بقى مدى الحياه؟ مش اي مشكله. بنحط عظم في الحته ديت بحيث ان يحصل القرش نفسه، يعني زي بالظبط الواحد بيعمل يعني اللي هي تجميل، عمليات التجميل يبقى بس ده تجميل العظم. الميجرمنتس بتاعتها تبقى مظبوطه بالظبط، عشان هي حتى العيانه حتى قالت لي ده فيه ديبرشن، قلت لها ده طبيعي. حتى كمان قبل الزرع قلت لها هيبقى فيه ديبرشن، لان انا كنت عارفين احنا خلاص احنا يعني اتعودنا على الحالات دي فعارفين. اوكي طب الحاله دي بقى يا دكتور شريف؟ الحاله دي فري اند سادل كيسز. يعني ايه فري اند سادل؟ يعني مفيش دروس ورا نعمل عليها تركيبات. طب مفيش تركيبات ما هي دي مالهاش حل غير زراعه. في دي من الكيسز اللي لازم نقول نعمل لها زراعه على طول. بدايه الحلقه ان ان في امتى نعمل زراعه وامتى نعمل تركيبات بالظبط. طب في حاله زي كده نعمل تركيبات ازاي؟ مفيش دروس. مينفعش بالظبط، مفيش دروس ورا حتى نعمل عليها تركيبه. طب دي حاله ايه يا دكتور؟ مثلا هي فقدت اسنانها علشان مرض السكر، هي فقدت اسنانها ليه؟ لا هي لا دي ما عندهاش سكر. دي فقدت اسنانها نتيجه اهمال. اتعمل اتعمل حشو عصب. معظم الحالات بتبقى حشو عصب والسنه نفسها ممكن ما تكونش اتعمل لها كراون، ولازم نشرح في الوضع ده ان اي سنه معمول لها حشو عصب لازم تغطى بكراون. في مرضى كتير بيعمل حشو عصب من غير ما يحط كراون عليه. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل تكسير في الطربوش. تمام. طبعا نتيجه طبعا الحشو الدرس معمول حشو عصب ده بيبقى فيري دراي ناشف جدا عامل زي الشجره اللي نشفت، فممكن تتقطم. تمام. ما تاخدش وتدي مع الهواء، يعني ما بتروحش وتيجي يعني. فالدرس بيبقى فيري دراي ناشف جدا جاف جدا. تمام. معرض للكسر. وده برضو الكيس انا عايز اشوف بس الافتر بتاعنا هو عمل ترانسفورميشن يا دكتور شريف. شكل اتغير خالص. اتغير حتى كمان احنا اخترنا يعني حضرتك ممكن بس نجيب الصوره اللي قبلها. اوكي. صورة لا حتى كمان احنا غيرنا الطربوش، شايف حضرتك السنة اللي جنبها اللي قبل المعدن ده. تمام. انا بتكلم على السنة اللي معمولة حشو عصب ومعمولة دعامة. في حاجة مسمار كده في نص السنة. باين ايه ده؟ احنا حتى كمان ده العيانة قالت لي لا سيبه ومش عاوزة تعمله، قلت لها اوكي بس لو وجعك في اي وقت من الاوقات لو ما نجحش هنعمله زراعة لوحده. يعني هي عارفه برضو عواقب الديسيجن بتاعها او قرارها. بس هي في الحاله ديت اتعمل له حاجه اسمها بوست كور. تمام. واتبنى واتعمل له طربوش عشان يبان مع الشكل. طبعا ده الشاسيه معدن. أوكي. بتاع التركيبه اللي هي على الزرعتين، وده بعد خمس شهور
وكانت المريضه كان عندها يعني الضرس معمول حشو عصب وبار. وفي الاخر برضو في الاخر هو اخد الاوتكم اللي هو عايزه، واعتقد ان هو دايما جارانتيد فور لايف، يعني انا بشوف الاوتكم بتاعي ده قاعد معايا مدى الحياه لان انا حليت المشكله، انا ما حليتش اعراض. طبعا انت حليتيها فور ده التركيبه بعد ما اتحطت طبعا. هي شكلها يعني باين عليها ان هي يعني الاوتكم كان جميل، طبيعي جدا جدا، كان جميل قوي. هي بص حضرتك حتى كمان في لو الناس تاخد بالها ان في السنه اللي هي بعد الطربوش الاخراني ده حتى في باين صفار كده. ده الجدر، ده الجدر، ده بدايه الجدر. اوكي يعني معنى كده ان في تاكل في العظم. سنها كبير، هيبقى برضو صعب ان احنا نتعامل باوبشنز كتيره جدا مع فئه عمريه معينه. بس اللي انا عايز اعرفه، احنا بقى كفئه عمريه مثلا لسه بنتكلم في عشرينات وثلاثينات، في اوبسيشن دلوقتي وفي هوس بالفينيرز واللومينيرز، والناس كتيره بتبقى عارفه الترمينولوجيز دكتور شريف، ما تبقاش عارفه هو احنا بنتكلم على ايه، يعني الفينيرز دي تنفع لي ولا لا. لو بريف لي كده تقول لي كل واحده تنفع لمين. الفينيرز تنفع يعني بص حضرتك يعني طبعا المرضى كله طبعا عنده، كل ما حد يجي يكلمني الهوليوود سمايل طبعا كله عاوز حاجه زي كده، خصوصا طبعا الفيميلز يعني الستات طبا. الرجاله بس تنفع لهم كلهم؟ نعم تنفع التقنيه دي لمعظم الستات؟ ما انا بصراحه يعني انا ضد ان انا يعني الفينيرز بنحتاج برد خفيف. انا ضد ان انا ابرز سنان طبيعيه لمجرد ان انا عاوز اعمل شكل جمالي. طب هل مثلا ممكن نقول ان لو في اوجاج، لو في اوجاج في السنان ممكن اعالجه بحط طرق ثانيه، تقويم تمام، تقويم بس حتى كمان التقويم أطول. معلش بس مش هيأذي سنان طبيعيه. طب احنا ممكن نقول ان الفينيرز برضو هتقوم بنفس الفانكشن، انا ليه خايفه على الاسنان الطبيعيه؟ السنان الطبيعيه دي حاجه يعني دي حاجه ايثيكال، يعني حاجه اخلاقيه ان احنا ما نبرطش سنان لمجرد ان احنا عاوزين نعمل شغل وعاوزين فلوس يعني. لا طب طب احنا عملنا هنا ايه بقى بالظبط في الكيس دي يا دكتور شريف؟ في الكيس ديت هي باين ان هي فيها نوتشنج، يعني سنان نفسها. انا حتى قلت للمريضه قلت لها انت عندك نوتشنج، هي جايه عاوزه تعمل فينيرز. اوكي يعني هي عارفه هي جايه عايزه تعمل ايه. ايوه تمام. وهي عندها نوتشنج يعني نقر في السنان، عندها تسويسات بين السنان. اوكي وعايزين ننبه بقى لتنظيف السنان دي اهم حاجه. يعني دي حاجه بره التركيبات وبره الفينيرز، اهم حاجه الدنتال فلوس. الدنتال فلوس اللي هو الخيط الطبي اللي بنجيبه من الصيدليه. الناس كلها كلها عندها اعتقاد وخاطئ إيه ان الخيط الطبي ده بيعور سنان وده حاجه مضره. خايفين، لان برضه خايفين هم يستخدموه غلط. في حاجه اسمها سوينج موشن. طب الكيس يعني دي استخدمت كده مثلا يا دكتور فكان عندها مشاكل ما كانتش طبعا بتستخدم الدنتال فلوس، فكان عندها حاجه اسمها بروكسيمال كيرس اللي هو تسوسات بين السنان. وده الافتر بتاعها اعتقد. وده الافتر بعد ما ركبت فينيرز تحت وفوق. تمام. وكان عندها نقر في اسنانها. ما خدناش برد جامد خالص، برد خفيف قوي، اقل حتى كمان من اللي احنا بنستخدمه في الفينيرز. يا دوب جاست احنا سوينا المينا. تمام. يعني حاجه خفيفه قوي يعني. اوكي. بصراحه. دي برضو ايه بقى يا دكتور؟ دي برضو شكلها صعب شويه. يعني حتى انا كمان اتكلمت مع العيانه قلت لها الاولويه ان انت تعوضي السنان المخلوعه. لا هي جايه علشان الفينيرز. هي جايه عشان الفينيرز. انا برضو عايزه واحده من حضرتك يا دكتور شريف ان احنا نعمل فقره كامله لتجميل الاسنان، لان هي برضو اوبسيشن وفي نفس الوقت هي حاجه بتاثر في نفسيه اي حد سواء راجل او ست. فانا عايزه واحده من حضرتك دلوقتي لان للاسف احنا فقرتنا خلصت. اوعدني بقى يا دكتور ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. وانت نورتني يا دكتور شريف وسعيده بوجودك معانا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور شريف صبحي استشاري جراحه الفم وزراعه الاسنان، دكتوره جراحه الفم وزراعه الاسنان بجامعه القاهره، زماله زراعه الاسنان بجامعه نيويورك. بشكرك مره اخرى دكتور شريف. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.